مشاهدينا الكرام، ينعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو المؤتمر الأول لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بعد أن أقرت الأمم المتحدة يوم 15 مارس يوما عالميا لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين في وقت تتزايد فيه الهجمات العنصرية على الأقليات المسلمة حول العالم. يسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا رافان حسنوف، السيد مدير مركز باكو للتعدد الثقافي. أهلا وسهلا بك مستر رافان. السيد رضوان، أنت كأحد المنظمين لهذه الفعالية، ما هي الرسالة التي تودون إرسالها في الذكرى الأولى لاعتماد الأمم المتحدة يوم 15 مارس آذار، اليوم العالمي لمكافحة إرهاب الإسلام؟ شكرا جزيلا. نعم، أنت محق. العام الماضي تبنت الأمم المتحدة مشروع قرار تتخذ فيه يوم 15 مارس اليوم العالمي لمكافحة إرهاب الإسلام، ومن واجبنا أن ننظم مثل هذه الفعالية بمشاركة 3 مؤسسات: مركز باكو للتعدد الثقافي، وكذلك مركز حوار الأديان. ووجهنا دعوة لعديد الخبراء والمتخصصين والباحثين في هذا المجال من كل أنحاء العالم، ودارت مناقشات مثيرة للاهتمام، وكذلك مقاربات تتعلق بمكافحة إرهاب الإسلام وانتشار خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، كذلك التفسير الخاطئ والتأويل الخاطئ للقرآن وللدين الإسلامي. نعم، تحققت نتائج جيدة للغاية، وعديد المشاركين دعموا جهودنا لمواصلة هذه الفعالية وعقدها بشكل مستمر، ونتائج هذا المؤتمر يمكن أن تكون كنصائح للمؤسسات الدولية وكذلك لدول العالم، لأنه في كثير من دول العالم سيما في الثقافات الغربية فإن ظاهرة إرهاب الإسلام تزداد سوءا. فعلى سبيل المثال في فرنسا أكثر من 5 ملايين مسلم فرنسي يواجهون التمييز والعنصرية ويحرمون من حقوقهم الأساسية وحقهم في التعليم، والنساء المسلمات غير ممثلات أيضا. لذلك الكثير من الضيوف الذين شاركوا دعموا تلك الفكرة، وأن علينا أن نوحد الجهود ونظافر الجهود لمكافحة هذا الانتشار السلبي وتلك القضايا السلبية، وتعزيز القيم الإسلامية مثل التعدد الثقافي وغيرها. كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور ياسين أقطاي، البرلماني السابق في مجلس الأمة التركي والأستاذ في جامعة أنقرة يلدرم بايزيد. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. هل تعتقد بأنه يجب سن تشريعات ما والدول الإسلامية تضغط لسن تشريعات تجرم الإسلاموفوبيا، كما هناك تشريعات الآن في العالم الغربي وفي كثير من دول العالم تجرب معاداة السامية أيضا؟ صحيح وأكيد، لأن لابد أن يكون هذا، وهذا الموضوع الإسلاموفوبيا هو موضوع لابد أن ينبهنا كالأمة كلها، كل الدول الإسلام وعالم الإسلام أن يكونوا حساسين في هذا الشأن، حتى أن يحيي بعض المعايير ومعايير الحقوق الإنسان، كرامة الإنسان واحترام للإسلام، وحتى يشعروا بأننا نحن مسلمين والناس يعني يهاجمونا بأننا مسلمين. أحيانا ننسى هويتنا، هم يذكرون هويتنا يعني بهذه الطريقة، بطريقة الهجمات والعدوان على الإسلام. هذه عسى أن تكرهوا شيء فهو خير لكم، يعني هذا موضوع الإسلاموفوبيا نحن لابد أن نهتم به، وعشان نعطي الفكرة للعالم عشان يعني يحترمونا. لو لا يحترمونا يعني كل يوم ينتهكوا حقوقنا، مبادئنا ومقدساتنا، ونحن نصمت نقول لهم يعني مسامحين، نحن يعني معتدلين، يعني المعتدل ليس له عرض، ليس أي مقدسات، لا، هذا شيء غير عادي. كما نرحب بالسيد فريد شفيف، مدير مركز تحليل السياسات الخارجية. مستر فريد، السيد فريد، شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الجزيرة. في البداية أود أن أسألك لماذا مؤسستكم تنظم هذه الفعالية الخاصة بمكافحة إرهاب الإسلام في الذكرى الأولى بعد تبني الأمم المتحدة يوم 15 مارس اليوم العالمي لمكافحة إرهاب الإسلام؟ في البداية أود القول أن أذربيجان هي جزء من الثقافة الإسلامية، والإسلام هو جزء من هويتنا وإرثنا،
ولنا مصلحة مهمة للتعاون الوثيق مع الدول الإسلامية والعالم العربي ودول جنوب شرق آسيا كذلك الدول الإفريقية. لذلك عندما نشهد هذه الظاهرة ظاهرة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام والتمييز ضد الجاليات الإسلامية في كل أنحاء العالم سيما في الدول الغربية وكذلك في دول القارة الأمريكية، إذن هذا يلقى صدى لدى أذربيجان، والسبب وراء ذلك هو أن أذربيجان عانت من رهاب الإسلام، جزء منها كان تحت الاحتلال الأرميني لأكثر من 30 عاما. إذن هذا النزاع ليس ذا طبيعة دينية كما تدعي أرمينيا، لكن القوميون الأرمن يستخدمون الخطاب الديني باعتبار أن الأتراك قد هاجموا دولة مسيحية وما إلى ذلك. كذلك هم استخدموا أو استعانوا بجماعات يمينية متطرفة غربية للتنمر على الأذربيجانيين وكذلك إظهار أذربيجان باعتبارها دولة معتدية في نظر الدول الغربية، وهذا للأسف انتشر حتى على صعيد أو في صفوف الأكاديميين. لذلك عندما نتحدث عن رهاب الإسلام فيمكننا القول أن أذربيجان هي ضحية لهذه الظاهرة، وهنالك مفاهيم مثل الاستشراق وأن هنالك ثقافات هي متحيزة ضد الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي، وأنا درست هذا الموضوع وخلصت إلى أن مفهوم الاستشراق وظاهرة الاستشراق هي موجودة في أذربيجان. إذن هذه المبادرة مبادرة عالمية بطبيعتها ولكن أيضا ذات بعد محلي. شكرا جزيلا على وقتك وشكرا لانضمامك للجزيرة مباشرة. أود أن أشكر قناة الجزيرة مباشر وشبكة الجزيرة لتغطية هذه الفعالية، وهي من أبرز المعلنين لأصوات المسلمين، وهي شبكة إعلامية مهمة جدا، وأشكرها على وجودها في هذا المؤتمر. أعزائي المشاهدين، نرحب بالدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي. بروفيسور، نريد أن أسأل حضرتك من خبرتكم الطويلة في التعامل في هذا المنصب الهام الدولي، على مستوى المؤسسات الدولية كيف تقيم فكرة محاربة أو مكافحة الإسلاموفوبيا على مستوى الدولي؟ نحن في خلال المسيرة الطويلة في منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإسلاموفوبيا استطعنا أن نحقق خطوات مهمة. أولها هو بداية نقاش حول الموضوع مع المؤسسات المعنية، مثلا كالاتحاد الأوروبي، مثلا كمراكز الفكر والبرينستورمينج انستيوشنز. وفي نفس الوقت بدأنا دراسة للقانون الدولي، كيف يمكن لنا أن نستفيد من القانون الدولي. في بداية تولي منصب الأمين العام كانت هناك مشكلة الصور البذيئة الكاريكاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أثارت العالم الإسلامي كله، ونحن استطعنا من خلال اتصال بالاتحاد الأوروبي بالأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا دخل في الخط الوزير موريتنس الإسباني في ذلك وزير الخارجية، وأصدرنا بيان ثلاثي مع الأمين العام كوفي أنان ومع سيد خافير سولانا ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك بعد أن قامت المظاهرات في الدول الإسلامية وبدأت الشعوب الإسلامية تقاطع البضائع الدنماركية، بدأ الوزراء الخارجية الأوروبيين يأتون إلى جدة ليقابل الأمين العام ليبحثوا في كيفية تهدئة الغاضبين. فقلنا لهم الاحترام، نحن لا نريد شيئا إلا الاحترام المتبادل، والحجة التي تقدمونها بأن هذه حرية تعبير سيقابلها حرية أخرى استخدام حرية.
يعني بمعنى أنه لم يصدر من أي جهة رسمية في ذلك الوقت أن حاربوا البضاعات الدنماركي، ولكن الناس من أنفسهم ذهبوا، فهذه حرية شراء أو بيع يعني لا يمكن. وبدأت العملية التفاهم بشكل جيد. كانت هناك بعض العوائق، مثلا كلمة استخدام defamation of religions، يعني التعبير هذا مثلا لم يناسب الرأي العام الأمريكي لأنه يتعلق بمادة من مواد الدستور الأمريكي، فتخلينا عنها إلى كلمة أخرى بنفس المعنى vilification مثلا. وأريد أن أقول أننا بعد مجيء السيد أوباما، الرئيس أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، استطعنا أن نفتح قناة مع السيدة هيلاري كلينتون، وأصدرنا في ذلك الوقت مشروع قرار عن هذا الموضوع في 8 مواد، قرار يعرف باسم 16/18 من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. لكن معالي دكتور، هذه القرارات في نهاية المطاف ليست ملزمة، هل تعتقدون بأنه يجب أن تعمل منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية على محاولة الضغط باتجاه سن قوانين تحظر الإسلاموفوبيا كما هناك حظر لمعادات السامية على سبيل المثال؟ هذا صحيح، ولكن كيف تصل إلى هذا؟ لابد أن يكون لك مشروعية دولية، فهذا القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان 16/18 وافقت عليه كل الدول بما فيها الأمريكان والروس والأوروبيين ومجموعتنا، وهذا القرار ذهب إلى الأمم المتحدة وصدر من جميع الأمم. إذن عندك أنت الأرضية الكافية. بعد ذلك تحقيقا للهدف الذي أشرتم إليه، نحن قلنا لابد أن هذه القرارات لا تبقى حبرا على ورق، ولابد من إرادة سياسية تحركها إلى الأمام وتطبقها وتنفذها. وصار كما قلت التفاهم مع السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية على إنشاء على اجتماع سياسي يحضره وزراء خارجية الدول، وبالفعل تحقق هذا في سنة 2011 في إسطنبول، وصدر عنه بيان بتأكيد هذه المعاني وتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء. هذه اللجنة بدأت تجتمع في آخر سنوات إدارتي، وأظن أنها استمرت بعد، لا أعرف الآن ما هو الوضع، ولكن هذه عرفت باسم إسطنبول بروسيس. هناك أحوال كثيرة ووقائع كثيرة جاءت إلى هذا اللجنة، ولابد أن العمل يبنى على هذا ويتقدم إلى الأمام لتحقيق الهدف الذي أشرتم إليه. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بالدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط في تركيا. دكتور أهلا وسهلا بك. مرحبا أهلا وسهلا. دكتور، الآن يعقد المؤتمر الأول لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في العاصمة الأذربيجانية باكو. هل تعتقد بأنه حادثة العنصرية الأخيرة التي تتعلق بحرق القرآن الكريم في السويد والنرويج، هذه المرة تم اختيار المكان الذي قام فيه اليمين أعضاء اليمين المتطرف بحرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية، هل ثمت رسالة من وراء ذلك عن دلالة اختيار هذا المكان بالنسبة إليهم؟ طبعا تركيا تعتبر يعني كقاعد أو رمزيا، يعني تركيا في يمثل العالم الإسلامي. طبعا يعني كل الدول العربية لها أيضا دور في ذلك، لكن أصبحت رمز يعني في إسلاموفوبيا، في تركوفوبيا، في أردوغانفوبيا أيضا في نفس. ونرى هذا حرق القرآن أمام السفارة التركية، وأيضا يعني استخدموا بعض التمثالات الأردوغان أيضا في نفس الصورة، يعني في نفس المشهد، وهذا يعني حقيقة يعني يؤسف ورمزي أو يقول أشياء كثيرة، يعني ونحن مستهدفين، ونحن أيضا نعاني من هذا كراهية ضد الإسلام، كلنا أذربيجان وتركيا والعرب دول العربية. نعم. البعض كان يرى بأن هذه المشكلة هي موجودة منحصرة حصرا في أوروبا نتيجة لقربها الجغرافي من الشرق الأوسط بتداعيات النزاعات المنتشرة في الشرق الأوسط، لكن الحادثة الصادمة في نيوزيلندا يعني سلطت الضوء على تصدير إن صح التعبير
الإسلاموفوبيا من بعض الأماكن الطبيعية التي كانت موجودة فيها إلى أنحاء وأماكن أخرى في العالم كانت تنعم بالهدوء التام، فما تفسير ذلك من وجهة نظركم؟ تمام، بالعولمة أيضا بمسوقين لكراهية ضد الإسلام حقيقة موجودة، منظمات والدول وأيضا المصالح ضيقة يشجع هذا أو يدعم هذا الكراهية ضد الإسلام. إذن في انتشار طبعا بإمكانية الإنترنت والهواتف إلى آخره، وفي في سهولة أيضا بانتشار اللغة الإنجليزية، ممكن يكتب تغريدة في أوروبا ينشر إلى كل أنحاء العالم، ليس فقط أستراليا أو نيوزيلندا إلى آخره، أيضا في الدول التي مثلا الهند وأفريقيا، أو أي واحد يقرأ هذه النصوص بالجرائد أصلا كبيرة أو بالتغريدات الممكن يعني شخصية يؤثر على الجميع. يعني نحن نعيش في عهد الأولمة، لا أحد بريء من هذا، البعيد من هذا عن هذه الأمور، يعني هذه الخطورة على الجميع. أعزائي المشاهدين، كما يسعدنا أن نرحب بالسيد جيحون محمدوف عضو مجلس الأمة الأذربيجاني. سيد محمدوف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. سيد محمدوف، أذربيجان تنظم في بعض مراكزها الآن المؤتمر الأول لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. ما أهمية مثل هذا المؤتمر بالنسبة إلى أذربيجان؟ وهل ثمت معاناة خاصة بالشعب الأذربيجاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ نعم، كما تعرفون أذربيجان دائما لعب دورا كبيرا في الحضارة الإسلامية تاريخيا، ودائما قدمت أذربيجان للحضارة الإسلامية العلماء، ودائما نحن نشاهد في أذربيجان أن أذربيجان تقوم بمثل هذه اللقاءات وبالمؤتمرات حول القضايا الإسلامية وأيضا القضايا التي تهم الأمة الإسلامية. ونحن كشعب كما تعرفون عانينا من ظاهرات الإسلاموفوبيا، احتلت أراضينا، وإلى الآن أذربيجان يرى هذا، ودمرت المساجد في زمن الحرب، وأذربيجان دائما يعرف هذه المشكلة، ونحن دولة مسلمة، وبالنسبة لنا الدعم للإسلام والدعم للمسلمين مهم جدا، ودائما نحن نشارك في مثل هذه المؤتمرات في هذا الدعم. ومن هذا المنظور أظن أن هذا المؤتمر مهم جدا، اجتمع هنا كثير من الدول المسلمة وحتى من أوروبا أتى العلماء، وهم يناقشون موضوع ظاهرة الإسلاموفوبيا، هذا موجود ومن يوم إلى يوم يزداد في الغرب. شكرا جزيلا سيد جيحون محمدوف عضو مجلس الأمة الأذربيجاني على وجودك معنا في قناة الجزيرة مباشر. كما أشكركم مشاهدينا على طيب متابعتكم، نقلنا لكم جانبا من لقاءات عقدت مع بعض المسؤولين والمتحدثين في المؤتمر الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الأذربيجانية باكو.